السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة جريد 4 مدرسة القاهرة، بالنسبة لضباط حصة النهاردة، أول حاجة جزء الحفظ، هنحفظ فيغ بفيغ بمعنى يفعل أو يمارس أو يعمل، تمام؟ طيب هنحفظ الجزء المظلل بالهايلايتر ده بس، يعني تحفظ تصريفات الفيرب بس من غير الكلمات اللي معاها. جو في، تو في، إل في، Elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, ils font. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, ils font. طيب هنحفظ ايه كمان؟ هنحفظ الجمل دي او الافعال دي. Je mange. أنا كاتبة لك بالعربي قدامهم، أنا آكل. Je mange. Je bois. Je bois. Je marche. Je marche. Je nage. Je nage. Je saute. Je saute. Je danse. Je danse. Je fais mon devoir. Je fais mon devoir. وهنحفظ كمان معاهم كلمة صديق، أمي، وصديقة، أمي، نفس النطق ولكن في المؤنث بنضيف حرف الاو الاخراني دوت للتأنيث. بس كده حبايبي، وكل الحاجات اللي انا طلبت حفظها دي هيكون عليها كده اجزاماه في اخر الحصة. هنفتح الكاميرا وهنسمع قدام الكاميرا ونكتب الحاجات دي كلها. بس كده اقول لكم ميرسي بوكو اي او ريفوار.